اهلا لينا، حابه ارحب فيكي في برنامج سيدتي. اهلا فيك. طبعا انا من متابعينك على السوشيال ميديا وما شاء الله يعني اسرارك في الجمال دائما حلوه، بس اليوم انت متعاونه مع جاليري لافايت، قولي لي على تعاونك معهم اليوم. اليوم نحن بجاليري لافايت عنا توك على البيوتي، حنحكي عن البرودكتس اللي انا بحبهم كثير، اساس هيك ماي توب سيكريتس وين ات كومز تو بيوتي. ايش اكثر اشياء ما تستغني عنها في مجال الجمال؟ فيني اقول لك الليبستيك، انا بالنسبه لي الليبستيك هي عشقي، يعني ما فيني اتخلى عنه. قولي لي يور سكين روتين عشان كلنا بشرتنا تصير حلوه. هلا حاقول لك ماي سيكريت، انا كثير بحب اخلط بالماسكس بالليل، يعني انا ما بحب ضل على وان ماسك، بضل بجرب شيء نهار برجع النهار اللي بعده بغير، احيانا بقلب بحط سيرومز مع بعض، هذا اكثر شيء بحس عن جد بيعطي بشرتي نضاره. وتستخدم الماسكس والسيرومز كل يوم؟ تقريبا كل يوم، اذا مش السيرومز كل يوم المساء اتليست وان داي اوف، يعني يوم اي يوم لا. وايش التريكس حقتك في المكياج؟ اكثر تريك انا بحبها هي اللاشز، كثير بحب اللاشز واللي انا لابستهم اليوم، بحط اللاشز باخر عيني، سو ما بحط فول لاشز، بتعطي هيك كات اي للعين، بتطلع على العين كثير ناتشرال، وفيك تلبسيها تحطي هدول اللاشز من النهار لليل، انت كيف بتحبيها. واحنا كمان بنشوفك على السوشيال ميديا كثير يعني في مجال الازياء، قولي لي كيف تسوي ميكس وماتش؟ هلا انا كثير بحب نقي الستايلز اللي هي بتجي كثير ستريت ستايل، برجع بخلطها مع الاساس الكلاسيكيه، يعني اذا شيء بليزر رسمي مع تي شيرت مثل ما انا لابسه اليوم، هيك كثير بحب اخلط بالستايلز سوا. يعني تقولي سرك هو الكونتراست بين الستايلز. اكيد اكيد، بس اكيد هيك يطلع الاند ريزلت اليجنت ومرتب وبنفس الوقت يونغ. ايش توجه نصيحة للسيدات اللي بيتفرجوا علينا اليوم؟ اذا بدنا نحكي نصيحة على البيوتي، اكثر نصيحة فيني اقولها هي السن بلوك، ما تطلعوا برا البيت، ما تتعرضوا للشمس بلا سن بلوك. عودوا حالكم دائما الفاونديشن يكون فيها سن بلوك، الدي كريم تبعكم فيها سن بلوك، بتعمل فرق كثير للبشره. مثل ما حكينا قبل، اذا بشره هيلثي وجلوينج كل الميك اب بيتغير. شكرا لينا على وقتك، صراحه نصايح جدا مفيده. ثانك يو لك، شكرا لك.